العراقية كذلك تأتي ونحن الجزائريون وكذلك الأتراك لدينا جزء كبير من التاريخ المشترك، وعليه يجب أن نكثف هذه العلاقة حتى نواجه معا تحديات العصر التي لها علاقة مع التعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا الموضوع أذكر أن بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري والتركي 157 اتفاقية، منها 126 اتفاقية هي في طور الإنجاز. منذ 2005 إلى يومنا هذا 4.55% من الحركية التي تخص الطلبة والأساتذة في إطار المنح التي تمنحها الدولة الجزائرية لطلابها وأساتذتها كانت نحو تركيا. 15,500 أستاذ باحث وطالب توجهوا منذ 2005 إلى 2022 نحو تركيا.